لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: اختلفت القراءة في قراءة قوله أفمن أسس بنيانه، فقرأ ذلك بعض قراء أهل المدينة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيان أم من أسس بنيانه على شفا جرف على وجه ما لم يسمى فاعله من حرفين كليهما. وقرأت ذلك عامة قراءة الحجاز والعراق: أفمن أسس بنيانه. تشكيل موجود في النسخة التانية غلط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على وصف من بأنه الفاعل الذي أسس بنيانه. قال أبو جعفر: وهما قراءتان واتفقتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى من إذ كان هو المؤسس أعجب إليه. فتأويل الكلام إذن، يعني هو يحب قراءة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. فتأويل الكلام إذن أي هؤلاء الذين بنوا المساجد خير، أيها الناس عندكم الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على اتقاء الله بطاعته في بنائه وأداء فرائضه ورضا من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك وفعلهم ما فعلوا، خير أم الذين ابتدأوا ببناء مسجدهم على شفا جرف هار، يعني بقوله على شفا جرف هار على حرف جرف، والجرف من الركايا ما لم يبن له جول. الركايا جمع ركية وهي بئر، والجول هو جانب البئر والقبر إلى أعلاها من أسفلها. هذا التفسير الذي ذكره أبو عبيدة، يقول: لم أرده في كتب تفسير الكلمة شاكر، ولكنه جائز صحيح المعنى إن صحت روايته، يعني على حرف مكان ليس له سور وهو يوشك أن ينهار في البئر فيسقط صاحبه أو في المكان الذي يسقط فيه سواء قبر أو بئر. هار يعني متهور، وإنما هو هائر، لكنه قلب فأخرت ياؤه فقيل هاري هار، كما قيل هو شاك السلاح وشائك، وأصله من هار يهور فهو هائر. هو شائك السلاح قيل شاك السلاح، يبقى دي هاري أصلا، ثم يعني الياء الأخيرة مع الأسماء المقصورة إذا يعني سكن يعني بتتحول لتنوين. وقيل هو من هار يهار، إذا هدم،
ومن جعله من هذه اللغة قال هرت يا جبث، ومن جعله من هرى يا هور قال هرت يا جبث. قال أبو جعفر: وإنما هذا مثل، يقول تعالى: ذكر أي هذين الفريقين خير، وأي هذين البناءين أثبت. أمن ابتدأ أساس بنائه على طاعة الله وعلم منه بأن بناءه لله طاعة والله به راض، أمن ابتدأه بنفاق وضلال على غير بصيرة منه بصواب فعله من خطأ، فهو لا يدري متى يتبين له خطأ فعله وعظيم ذنبه فيهدمه. كما يأتي البناء على جرف ركية لا حبس لماء السيول عنها ولغيره من المياه ثرية التربة متناثرة. الثرية دي غالبا بمعنى يعني طرية، قال الشيخ شاكر: يقال أرض ثرية إذا كانت ذا ثرى وندى، يعني مبلولة، وثريت الأرض فهي ثرية إذا نديت ولانت بعد الجذوبة واليأس واليبس. قال: ثرية التراب متناثرة لا تلبثه السيول أن تهدمه وتنثره. يقول الله جل ثناؤه: فانهار به في نار جهنم، يعني فانتثر الجرف الهاري ببنائه في نار جهنم، نعوذ بالله. عن ابن عباس: فانهار به، يعني قواعده، في نار جهنم. قال الضحاك: فانهار به، يقول فخر به. عن قتادة: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، إلى قوله فانهار به في نار جهنم، قال والله ما تناهى أن وقع في النار. ذكر لنا أنه تحفرت بقعة منها فرؤي منها الدخان. مرسل. الظاهر أن انهار به في نار جهنم يوم القيامة. قال ابن جريج: بنو عمرو بن عوف استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بنيانه فأذن لهم، ففرغوا منه يوم الجمعة فصلوا فيه الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. قال: وانهار يوم الاثنين. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من هذا، وليس أنه انهار من تلقاء نفسه، وإنما هو مثل كما ذكر. قال: وكان قد استنظرهم ثلاثا، السبت والأحد والاثنين، فانهار به في نار جهنم مسند المنافقين، انهار فلم يتناهى دون أن وقع في النار. قال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فيه فأبصروا الدخان يخرج منه. كلها بلاغات. عن طلق بن حبيب عن جابر: قومه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الآية. قال: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خبر صحيح الإسناد، ورواه مسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحرقه، والله أعلم وأعلم. ويمكن أن يكون جزء من جهنم قد يعني
جعله الله عز وجل أسفل هذا المكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرقه فكان يخرج منه الدخان. عن جابر بن عبد الله قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار. عن خلف ابن ياسين الكوفي قال: حججت مع أبي في ذلك الزمان، يعني زمان بني أمية، فمررنا بالمدينة فرأيت مسجد القبلتين، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه قبلة بيت المقدس. فلما كان زمان أبي جعفر قالوا: يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة، هذا البناء الذي ترون جرى على يد عبد الصمد بن علي. ورأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله في القرآن، وفيه حجر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. هو خلف ابن ياسين الكوفي، رواية سالم بن سالم الخراعي عنه، معرفش الخراعي صح ولا الخزاعي، يقول: ذكر أخي السيد أحمد، ده كلام الشيخ محمود شاكر عن أخيه الشيخ أحمد شاكر، أنه قد يكون خلف ابن ياسين ابن معاذ الزيات، وهو كذلك. والظاهر أنه هو، لأن خلفا يروي في هذا الخبر عن أبيه، أبوه ابن معاذ ياسين بن معاذ الزيات، وهو أيضا ضعيف متروك الحديث، وكان من كبار فقهاء الكوفة. قال في الميزان: ألا تكلمون فيه منكر الحديث. والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يقول الله: والله لا يوفق للرشاد في أفعاله من كان مانيا بناءه في غير حقه وموضعه، ومن كان منافقا مخالفا بفعله مخالفا بفعله أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.